صدقوني واكبر وضوحا من ان احنا نقدر نقول الغاز. الاهلي ما قصرش مع اي لاعب من دول، لكن كل واحد اختار اختياره هو حر. انما وانت بتتنافس في الرياضه هدفك ايه؟ ايه الهدف اللي فرق البطولات بتسعى له؟ احراز البطوله، مش كده؟ تحقيق البطوله هو المين تارجت او الهدف الرئيسي الاساسي اللي كل فريق بيسعى له. عدد بطولات النادي الاهلي في القرن الواحد وعشرين 41 بطوله. لمصر الفخر والزهو بالنادي الاهلي انه يطلع العالم كله يتكلم بره على انه موقع ترانسفير ماركت المهتم والمعني باحصائيات كره القدم وانتقالاتها وحركه الانتقالات فيها يحط الاهلي رقم واحد على مستوى العالم في القرن الواحد وعشرين، ويكون اسمه موجود في كبريات الصحف العالمية. هي دي قوة مصر الناعمة، وهي دي أهمية البطولة، هي دي أهمية البطولة في الرياضة. فلما يكون هذا التراث البطولي للنادي الأهلي مصدر هذا الفخر، نلاقي جماعة كارت حشر فتح المزاد على بطلان بطولات النادي الأهلي، بطلان بطولات النادي الأهلي. يبدأ المزاد بكام؟ نشوف. كابتن ايمن عبد العزيز يخرج بمثل هذه الصراحه، قال ان هو بيجزم ان اكثر من 30% من بطولات النادي الاهلي المحليه جاءت بفضل عوامل داخليه وخارجيه، يعني عوامل ومساعدات جوه الملعب وبره الملعب. لا، الكابتن ايمن اعتقد ان هو يعني مؤدب في تصريحاته، اعتقد اكثر من 30%. لأنه كلنا شاهدين على مجاملات تحكيمية للنادي الأهلي. يعني اللي بيقوله الكابتن أيمن ده حقيقة يعني من وجهة نظرك أنت؟ ده حقيقة، بس أنا بقول لك هو الراجل يعني تهذب في 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 ذكر النسبة. أنا أعتقد أنه أكثر من هذا العدد. كابتن أيمن عبد العزيز مؤدب، ال 30% نسبة قليلة، ده احنا كلنا شاهدين أن الأهلي ده سرق البطولات، وان كل بطولات الاهلي يا عيني حرام جدا. هي حسبه، انا مش عايز اقطع المزاق. 30% ما تحققش الهدف ليه؟ 30% يبقى الاهلي جايب مثلا 29 بطوله. يبقى 70% حلوه، ما برضه لسه في فرق اكتر من الضعف. يبقى اللي يضيع لك الفرق ده ايه؟ لازم مش اقل من 70%. فيبقى مزاد كارت حشر مستمر 30%. ها، مين يزود؟ التصريح كان قوي جدا، فاكر للكابتن ايمن عبد العزيز، ودي من المرات القليله اللي الكابتن ايمن ساعات يعني بيقول تصريحات بتبقى صادمه شويه. قال ان 30% من وجهه نظره 30% من بطولات النادي الاهلي جاءت بمساعده الحكام في مصر. ما احنا بنقول كده دلوقتي. 30% وممكن اكتر. لا، شوف، في جزء علينا كلعيبه، وفي جزء اداري صغير، لكن الجزء الاكبر يعني التحكيم المصري ساعد النادي الاهلي من زمان. من زمان ساعد النادي الاهلي في 30% من بطولاته المحليه. اكتر من 30. كام في المية من وجهه نظر محمد صلاح؟ انا بقول لك اكتر من 50، حوالي 60. 60% من بطولات النادي الاهلي ومن زمان، من السبعينيات. 30 قليله، 50 قليله، لا يجوا 60%. 60% من بطولات الاهلي حرام، خدها بالحكام. 60. ها، مين يزود؟ لسه في مزاد؟ المزاد مستمر. محمد الراعي، اهلا بيك وبكل المشاهدين طبعا. الكرام. 99%. طبعا 99%، وده اكيد. وانا قلت لك مصر طبعا ان 99% من بطولات النادي الاهلي مشبوهه، ده اكيد. مش 99%؟ 99% كابتن محمد صلاح وصلهم ل 60%. طيب شفت بقى، يعني هو كله بتتعمل دايما الليله ان الاهلي ياخد الدوري الوهمي، الدوري اللي فقد هيبته وفقد بريقه باللي احنا بنشوفه. طيب، المزاد مفتوح 99. 99 ليك 1% بس. ليا 1% بس، مش عارف هيختار يعني بطوله، يعني اقول له طلع لي البطوله الحلال. شمهم لي كده. الكلام ده يعني اللي بيقوله يعني هو مصدقه، هو مش هو بيقوله لان في متلقي نفسه يسمع الكلام ده. هو بيقوله الجيل الجديد ما عاصرش
ومش عايز ياخد الدنيا بحقيقتها، هيقعد يزوقها له وياخدها في سكه معينه بحيث انه يطلع ان هو مجني عليه جامد جدا جدا جدا. في حين ان احنا بقى لو اتحاسبنا بطوله بطوله يا ريت نقعد كده حد مش محايد، حد منحاز يمسكها بطوله بطوله. ليه منحاز؟ ما تروح لاهلها وشهد شاهد من اهلها. لا هنفتح المزاد ولا هنحشر نفسنا في حاجه، هنسمع الكابتن فاروق جعفر كابتن نادي الزمالك. الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا سنة مش فاهم ليه انا، يعني حكم يقعد معاك؟ انا يقعد معاك بس زمان حكام الافارقه كانوا بييجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صعب، بتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا لنادي الزمالك؟ مش احنا ومش احنا بس، احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد. اسمع بس، اسال بتوع بورسعيد. عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره ماشي، مش عارف عايز ايه حاضر ماشي اهو كويس تمام. فيجي بقى الـ 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 تيجي الـ 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 الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني. فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا، فانا بقعد اتكلم مع الحكم يقول لي، الحكم يقول لي انتوا لو عايزين ضرب الجزاء نديكوا ضرب جزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. ما جبناش حاجه من نفسنا. نفس الزميل احمد جمال اللي كان شاهد على المزاد اللي بدا ب 30 ثم 60 ثم 99% من بطولات الاهلي حرام، هو اللي سمع الكابتن فاروق جعفر. الكابتن فاروق جعفر مش شاهد شاهد، ده هو الراجل القائم على الامر، هو الكابتن اللي بيحضر الاجتماع زي ما هو قال، مش احنا اللي قلنا. بس كمان مع الكابتن مدحت شلبي كابتن فاروق كان قال كلام مهم برضه. اخدت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده ما فيهمش ولا واحده جميله يا كابتن فاروق ولا واحده سليمه ولا واحده ضربه جزاء. خمس سنين بتشيل المدافعين. البطوله الافريقيه يا كابتن البطوله الافريقيه كان وليد صلاح الدين كنت قاعد اقول له كده البطوله الافريقيه سنه 84 احنا ثلاث ضربات جزاء مصريين في حياه في تاريخ نادي الزمالك. نعم لعبنا جيت الجزائري، انا كنت جاي من تنزانيا كان دراعي مكسور وكنت مجبس ما لعبتش مباراه جيت هناك مغلوبين 3-1 الكره مش ماشيه يا كابتن مع اصلا جوه الملعب فيه حوالي 120000 عايزين يجيب له جول، ما الجول هو اللي هيفتح الموضوع فالكابتن لطيف كان بيذيع الماتش ان انا مروحت بالليل اتفرج على ضربه الجزاء، قال لك ده العالم كله شايف الكوره وشاف الكابتن وشاف فاروق جعفر وهو بيتضرب هو بيعدد من موقفك رحمه الله عليه فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكوره عشان حارس المرمى ياخدها ملوش حل تاني خالص، هو عمل لي الاعاقه لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش يعني انت لدرجه اللعيبه بتاعت الجيت دولت قعدوا ده في بقى مباراه الجيش المغربي الكره اترفعت انا رحت اللعيب بيلعب كنت بلعب سنتر فيرود اللعيب بيلعب على يمان فانا كره جايه فهو باصص للكوره انا باصص للكوره والحكم باصص لنا فانا رحت رايح في اتجاه الكوره وانا رايح هي دي الحكم ما شافش طب انا وقعت ايه المناسبه ان انا اقع لازم يكون ده عمل لي اعاقه ضربني عمل لي اي حاجه وطبعا شوف بقى الحكم يا كابتن مدحت الحكم مش شايف اي حاجه غير يجري على النقطه رجعها نصر الحكم مش موجود خالص في نص الملعب بس لا واحد بيتكوم طب ضرب ده ازاي يا جماعه راح حاسب لي ضربه الجزاء اداك ضربه الجزاء بص يا كابتن جاي ازاي بص جاي حاطط صباعه على فين على النقطه ولا شاف حاجه اساسا ولا شاف حاجه بس اهو تركيزه كله على ضربه الجزاء. هذه بطولات إفريقية يزاحم فيها نادي القرن الحقيقي النادي الأهلي. ما عندناش أي تعليق لأن الوقت داهمنا. طب 1% الأهلي. الأهلي 1%. معلش ما هو ده لسه خلي بالكوا الأستاذ إبراهيم إحنا ما قلناش نص المحتوى. هنكمل يا أستاذ إبراهيم. هنكمل لأن الوقت داهمنا الحقيقة
هنكمل الخميس لان الاثنين ان شاء الله الاهلي والاتحاد في نفس التوقيت. ف القصد ايه من كارت الحشر؟ نتمنى والله نتمنى بكل الصدق والوضوح كل طرف يتفرغ لفرقته لناديه لجمهوره لاهدافه. انت فاكر ان انت لما تقلل يا استاذ ابراهيم لو سابوا الاهلي في حاله مش هنجيب سيره حد، لو انتفى الفعل مش هيبقى في رد فعل. بالظبط كده، لو انتفى الفعل احنا يعني منطقيا مش هيبقى في رد فعل. لما تيجي تقول بطولات الاهلي حرام نرد ولا نسكت؟ ها نعمل ايه؟ طيب عايز اي حد بيحكم عقله ومنطقه لما تطلع برامج تخصص وقتها للتشكيك في بطولات الاهلي، للضغط على جماهير النادي الاهلي، للاساءه الى جماهير النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي. النادي الاهلي ماله؟ رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد يدعو الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب لحضور قرعه كاس العالم. النادي الاهلي يسالوا ليه؟ ايه ذنب النادي الاهلي وايه علاقته؟ انه عنده قيم محترمه ينظر اليها في المحافل الدوليه بهذه النظره المحترمه. ده ذنبه. قيمته انه يبقى موجود، قيمته انه يبقى مشرف لبلاده، قيمته ان العالم بره يتكلم ان الاهلي رقم واحد على بطولات العالم كلها في تصنيف أندية العالم في القرن الواحد وعشرين بعد ما أنهى القرن أو القرن العشرين الأول في أفريقيا. ده النادي الأهلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير.